كان هناك إلقاء الحجارة عليهم. الأمر ما زال أيضا محل تحقيق من حيث أن الشرطة ستقدم للمحاكمة عدد من الأشخاص، أعتقد أنهم 4 أشخاص قاموا بإلقاء الحجارة على الأوتوبيس الخاص بفريق مانشستر أثناء دخوله إلى ملعب الأبتون بارك. هذا هو صحيح سيدي، وكان هذه آخر مباراة ستقام في هذا الملعب بعد أن سيهجر وست هام هذا الملعب العتيق الذي يرجع تاريخه إلى حوالي 118 عاما. إنما يعني هذا هو الحدث السيء رقم 2 لمانشستر يونايتد، ولكن الأمر الملفت للنظر أيضا كما تعلمون وأنتم تتابعون الدوري الإنجليزي بدقة هو أن مانشستر يونايتد كان يستعيد عافيته بعد بعض النكسات التي حلت به، خروجه من بطولة أوروبا للشامبيونز ليج وأيضا خروجه من اليوروبا ليج، وبعض الحديث عن تغيير المدرب لويس فان جال نتيجة تذبذب المستوى الخاص باللاعبين. وبالفعل يعني بعض اللاعبين قد اشتكوا وسربوا أخبار في فترة سابقة منذ 3 أشهر تقريبا عن ضيقهم من إجراءات التدريبية التي يتخذها فان جال في التدريب. وأيضا بعض اللاعبين السابقين لمانشستر تحدثوا عن أن طريقة فان جال لا تناسب تماما فريق بحجم اليونايتد في البريمير ليج. نعم سيدي، يو هاف ات ان انجلش بمعنى ان معلوماتكم شامله وكومبريهنسيف ودقيقه في هذا الامر، انما حلت النكسات في مانشستر يونايتد الكثير من النكسات